اهلا بيكم مره تانية مشاهدينا، وده معاد اول وقفتنا الحواريه اللي هنتعرف فيها ونتناول بالقراءه والتحليل اهم العناوين والاخبار الصادره في صحف القاهره اليوم. وده هيكون بصحبه الاستاذ صلاح البلوك، الكاتب الصحفي بجريده الوطن. استاذ صلاح، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. صباح الخير. يعني طبعا اول منشط او خبر هيكون معانا بيتعلق بمنتدى شباب العالم، وهو المنشط الرئيسي في جرايد النهارده من جريده الجمهوريه تحديدا. معنا هذه العناوين: مدينة السلام جاهزة لاستقبال أكبر منتدى شبابي، عيون العالم تتجه إلى شرم الشيخ، أرض الرسالات تحتضن 6000 شاب من مختلف الجنسيات، ومكافحة الإرهاب والبطالة وصناعة قادة المستقبل أهم الملفات. يعني أستاذ صلاح، طبعا فكرة مؤتمر أو منتدى شباب العالم هو تواصل لفكرة عقد مؤتمرات دورية للشباب هنا في مصر، ولكن هذه المرة الفكرة تخرج إلى العالم أو الشكل الدولي بتواصل مختلف شباب العالم مع شباب مصر. في البداية حضرتك بتشوف أهمية انعقاد مثل هذا المنتدى في مصر إزاي؟ بصي، هذا المؤتمر في وجود ممثلي 49 إلى 50 دولة، أعتقد أنه رقم 6000 ده بس مبالغ فيه، ممكن يبقى أقل من كده، مش 6000 شاب، أقل شوية. لكن في كل الأحوال إحنا أمام 6 أيام من الشو الإعلامي المتواصل لمصر في 50 دولة. مش ده بس، لكن كل شاب حضر هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ هيتوفر لي فرصة للتعرف على الإمكانيات السياحية، مش للمدينة دي بس لكن لكل مصر. يعني هو سوف يعود سفيرا لمصر في بلده. لدينا فرصة عظيمة ان احنا نستفيد من هذا التواصل، حال التواصل مع شباب العالم ازاي نستفيد منها، ده هو الأهم. لانه في الغالب مثل هذه المؤتمرات بتتحول الى مكلمه، بنقعد نتكلم ونقول ونحكي، بس هل احنا هنتابع؟ ده المهم جدا، انه تبقى في هيئه لمتابعه التواصل مع كل شاب وكل فرد حضر هذا المؤتمر، بالاضافه لانه الشباب المصري مطالب بانه يتحصل على عناوين هؤلاء الشباب ويتواصل معهم، لانه من شانه انه واحد يكون مجموعة معاه ويكلمهم عن مصر، عن الأوضاع في مصر، عشان نقاوم الصورة السلبية اللي بيحاول البعض بثها عن مصر في كافة المجالات. يعني لازم نحقق الفائدة المرجوة. أنا أبقى 6 أيام في بؤرة اهتمام شباب في 50 دولة في العالم، ده رقم كبير، سواء كان عدد الشباب المشاركين أو عدد الدول اللي هم بيمثلوها، مطالبين نحن نستفيد بده. الأهم في هذا الخبر هي القضايا التي سوف تناقش، وأنا شايف أنه آخرها صناعة شباب المستقبل، لأنه قضايا البطالة والإرهاب أيا كان دي عايزة شغل متواصل ومستمر، ومش هيكون كفاية عليها مؤتمر مدته 6 أيام واستضافة شباب من 50 دولة. لكن القصة التي تتعلق بصناعة قادة المستقبل هي الأهم. احنا عندنا مشكلة ضخمة في هذا الموضوع، انه القيادات عندنا بتستمر الى سن متأخرة، ان احنا مسألة الشباب دي بنستخدمها كلافتة لما بنيجي نقول قدام العالم ان احنا عاوزين نغير المجتمع، عاوزين ده يحصل بشكل حقيقي. لكن عشان ده يحصل بشكل حقيقي لازم نوسع دائرة المشاركة في الشباب المصريين. يعني الشباب اللي بيشارك في مؤتمرات الشباب لازم كمان نوسع الدائرة، مش لازم اللي يحضر في أسوان ويحضر في إسماعيلية هو اللي يحضر في شرم الشيخ، ممكن عدد منهم يستمر في الحضور، لكن لازم نوسع هذه الدائرة، لأنه كل ما وسعنا الدائرة وأشركنا شباب آخرين المسألة هتعود بالفائدة على المجتمع المصري، لأنه هيتشبع بعدد من الأفكار، هيحصل عنده حالة تواصل مع شباب من عالم آخر، من دول أكثر تقدما، وقد تكون هناك دول أقل من مصر، ولكن في النهاية سوف ينقل هذا إلى المجتمع المحيط به. فإحنا من مصلحتنا أنه دائرة حضور مؤتمرات الشباب تتسع لتشمل أكبر عدد ممكن من الشباب. أكيد، ويمكن أيضا يشارك فيها عدد من المشتركين في برنامج رئاسي لتأهيل الشباب. يعني ده يمكن يكون خطوة زي ما حضرتك ذكرت لتأهيل الشباب لصناعة قادة المستقبل. دي برامج منتظمة ومنظمة، لكن أنا محتاج أن لما يبقى عندي 6 أيام دي كبرامج مثلا تبقى شهور عشان في الآخر أخرجه بعد تدريب، لكن ممكن في ال6 أيام دول أأثر في فئة تانية، في طبقة تانية من الشباب، لأنه عشان يروح البرنامج الرئاسي عنده سلسلة من الاختبارات الكتيرة. لكن في مؤتمر زي ده هو مش محتاج كل ده، فأنا أقدر أوسع الدائرة، لأن أنا بتكلم في أهم 3 قضايا تشغل المجتمع المصري. يعني زي ما أقول لحضرتك هنرجع هنلاقي قضية الإرهاب. الإرهاب ده مين معظم الإرهابيين؟ شباب تم تضليله. يبقى أنا يهمني جدا أن أنا أوصل إلى أكبر عدد من الشباب عشان ما يحصلش عنده ده. دي قضية خطيرة جدا. صحيح. انه معظم اللي بيشاركوا في عمليات ارهابية او يتم تضليلهم وبيعمل لهم غسيل مخ
بيستخدموا الدين في السيطرة على عقولهم من الشباب. ثم قضية البطالة، يعني أنا عندي عدد كبير في عندهم حالة بطالة، وده مهم جدا أن أنا يعني أحاول أتغلب على هذه المشكلة. فلما نكون بنتكلم على ثلاث قضايا وبنحاول أن احنا نحلها وبنتواصل مع شباب العالم، من المهم أن تتسع دائرة الشباب المصريين المشاركين في ده، وده من شأنه أن ينعكس على المجتمع بشكل حقيقي. أكيد. يعني بناخد من كلام حضرتك تحديدا ومحور الإرهاب، وهو يعني أهم ما يركز عليه هذا المؤتمر. بنروح إلى هذا الخبر من جريدة الأخبار، وإحباط هجوم إرهابي على كمين بسيناء ومقتل 5 تكفيريين. يعني أستاذ صلاح، طبعا بتتواصل جهود القوات المسلحة في سيناء للقضاء على الإرهاب، ويعني هذه تعتبر عملية ناجحة بتنجح فيها القوات المسلحة في إحباط هجوم متوقع. كيف تتابع هذه الجهود المتواصلة للقوات المسلحة في سيناء؟ أنا مجبر على متابعتها بحكم انتمائي المكاني يعني، وأتمنى أنه العملية دي تنتهي. إحنا بقالنا 4 سنين، ال4 سنين دي كل يوم تقريبا في عندنا عمليات. بعض هذه العمليات بيسقط فيها ضحايا وشهداء من المدنيين أيضا ومن جنود القوات المسلحة. فلما يحصل عملية تصدي وأن احنا نتخلص من عدد من الإرهابيين، ده طبعا شيء كويس، لكن احنا نتمنى أن المسألة ما تستغرقش أكتر من هذا الوقت، لأنه معاناة الأهالي المقيمين مرتبطة بمثل هذه العمليات. بيروحوا ضحايا لمثل هذه العمليات، في أكتر من 175 إلى 200 حد راحوا ضحايا الجماعات دي. فالمسألة بالنسبة لكل المصريين أيضا أنه يتم إحباط أي عمل إرهابي أمر مفرح، لأنه للأسف الشديد المسألة ما كانتش في سيناء بس، امتدت وراحت إنا وراحت أسيوط وراحت طريق الواحات. الموضوع بقى محتاج التفاتة أكبر، محتاج تركيز أكتر من مش من الجهات الأمنية فقط، ولكن من أفراد الشعب المصري، لأنه يد الإرهاب بتحاول أن تطول كل ما هو جيد في المجتمع المصري، ولن يتوقفوا إلا بالقضاء عليهم. يعني مسألة القضاء عليهم قد تكون مسألة صعبة، ولكن التخفيف من حدة تواجدهم، التخفيف من انتشارهم، المسألة أصبحت صعبة للغاية، لأن أنت مش عارفة هم هيضربوا فين المرة اللي جاية. صحيح. بنتكلم أيضا عن الثأر لشهدائنا في الواحات، ومن جريدة الأخبار، الأخبار تكشف أسرار اصطياد النسور لغربان الواحات وتحديد المحرضين والممولين والمنفذين بعد تمشيط الظهير الصحراوي لمحافظات. يعني أستاذ صلاح، طبعا تابعنا في اليومين الماضيين عملية الثأر لشهداء الواحات وأيضا تحرير النقيب محمد الحايس، وتم الإعلان أيضا عن القضاء على كل من شارك في من الإرهابيين طبعا في العملية ضد قوات الشرطة في الواحات. يعني تعليق حضرتك على هذا الموضوع؟ من المؤكد أنه كمان تم القبض على عدد منهم، يعني لأنه عشان نعمل، يعني عايز أقول لك أنه عملية إنقاذ هذا الضابط يعني كانت عملية رفعت معنويات الشعب المصري. أكيد. تماما. ده يتساوى مع الجندي اللي ركب على العربية اللي فيها المتفجرات اللي كانت في سيناء. يعني مثل هذه العمليات ترفع من معنوياتنا، لأنه لما اختطفوا الضابط ده ارتبط بكلام كتير وتساؤلات حول الضابط نفسه وحول العملية ازاي تمت وحول وجود تقصير في بعض الأجهزة وحول أنه ما تمش تنسيق. لما نزلنا وقدرنا أن احنا نجيب تحرير هذا الضابط في ثواني تم تحرير، ده ادانا احساس ان احنا فعلا عندنا قوات تستطيع ان تنفذ هذه المهمه. مستحيله ان انت تقدري تطلعي ضابط جريح محتجز ومختطف لدى جماعه ارهابيه، دي مهمه من المهمات الصعبه للغايه. ان احنا نحقق ده ونحدد العناصر كمان اللي هربت اثناء عمليه، احنا في الاول ضربنا وفي بعضهم قتل، لكن كمان نقدر نحدد اللي موجودين ونتعامل معاهم ونقتلهم، ومن المؤكد ان احنا قبضنا على بعض الناس. ده لازم يلفت نظرنا الى انه في شغل تاني بيتعمل في مرحله ما قبل العمليات الارهابيه، عمليات التجنيد التي تتم في عدد كبير من محافظات مصر، هم بيجندوا ناس من محافظات كتيره، فلازم نلتفت لده. ليهم تواصل مع جهات خارجيه برضه، لازم نحدد ده. ليهم تمويل، ما هو ما يقدرش يعمل العمليه دي الا لما بيكون بيجيله تمويل، يبقى لازم تجفيف منابع تمويل هذه الجماعات الإرهابية. في كل الأحوال نحن أمام مشهد مشرف، أمام عملية نفذتها القوات المسلحة والقوات الجوية، حاجة رفعت معنويات المصريين. صحيح. ونحن لا نتمنى أن نبكي مرة أخرى على شهداء. يعني يا رب ما يحصلش تاني. أكيد. لأنه يوم هذا الحدث أذكر أن الأرقام التي قيلت
كانت تهز وجدان كل المصريين. اتكلموا عن إبادة، خلينا برضو نلفت انه البعض تسرع وتجاوب مع هذا ونشر هذا الكلام، وعلى رأسهم مؤسسات وكالات أنباء ومؤسسات إعلامية طول عمرها كانت محترمة، لكن للأسف الشديد انها اعتمدت على انه تم إبادة 60، الرقم حاجة تخوف. صحيح. واتضح انه عدد الشهداء 16. ايا كان، قطرة دم مصري واحدة تهدر نتيجة الإرهاب شيء يهز وجدان المصريين، لكن الأعداد الكبيرة بتهز كمان معنوياتنا. صحيح. الحمد لله انه ده حصل في وقت سريع، وعدى الضابط، واكيد هيجي لحظه هنسمع منه معناه، وده من شانه انه يخلي المصريين سعداء بقدرات قواتهم المسلحه. اكيد، يعني بقدر ما كان يوم حزين يوم استشهاد 16 ضابط، طبعا كان يوم سعيد يوم الاعلان عن تحرير نقيب محمد الحيس واثار لشهدائنا. بنروح الى جريده الاهرام وجوله رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال بواشنطن ولقائه بعدد من الشخصيات. عبد العال، قانون الجمعيات يمنع تمويل الإرهاب، رئيس النواب الأمريكي يشيد بدور مصر المحوري في الشرق الأوسط. يعني أستاذ صلاح، حضرتك شايف أهمية مثل هذه الجولات يعني توضيح بعض المعلومات ربما الخاطئة التي تروج عن مصر، وتحديدا فيما يخص قانون الجمعيات الأهلية زي ما ذكر هنا في الخبر؟ بصي، لو هنتكلم على زيارة دكتور عبد العال للولايات المتحدة ولقائه ببول رايان في ظل انتقادات نانسي بيلوسي رئيسة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، هنلاقي يعني جزئية كده أنا نفسي مش غير راضي عنها، لأنه الدكتور عبد العال قال قانون الجمعيات مش قرآن، ده الكلام ده كتبوه في المصري اليوم، أنه القانون قابل للمراجعة، أنه اللائحة التنفيذية لم تصدر. أنا يعني خلينا نرجع لهذا القانون، أن وزارة التضامن كان عندها قانون، ومجلس النواب بعض النواب بالغ في أنه يحط فيه حاجات يعتقد انه دي يعني هتبسط الحكومه يعني. فلما راحوا هناك فوجئوا بهذه الانتقادات، انه قانون، انا اؤكد انني على المستوى الشخصي ضد ان تترك الساحه لعمليات التمويل. مش التمويل بس، هناك نقطه خطره جدا كانت بتعملها منظمات المجتمع المدني اللي بتاخد هذا التمويل، وهي عمليات التدريب للشباب المصري على برامج احنا مش عارفينها. طيب احنا دلوقتي بنعمل اكاديميه للشباب في ظل المؤتمر اللي احنا كنا بنتكلم عليه، فلازم كل برامج التمويل والتدريب التي تتم من خلال منظمات المجتمع المدني تبقى وفقا لبرامج نطلع عليها نشوفها، عشان ما تاخدش الشاب المصري تغير انتمائه، تغير من شخصيته بما يجعله مؤهلا لانه يتعاون مع اي حد حتى لو كان ضد بلده. صح. دي نقطه انا معاهم فيها لو كانت موجوده في هذا القانون، لكن ان انا اروح للولايات المتحده الامريكيه وابدي تراجعا عن القانون الذي تم اقراره، القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهوريه، واقول يمكن نراجع الكلام ده برضه مذكور في المصري، ان احنا هنراجع القانون ويمكن نرجع للقانون اللي عدته وزاره التضامن الاجتماعي. طب احنا ليه ما دققناش في الاول واحنا بنعمل القانون ده؟ ليه نقبل ان احنا نروح في موقف المدافع عن حاجه؟ وان كنت اؤكد على ان لي موقف انا على المستوى الشخصي ضد هذه المؤسسات، انا عندي قصص وعارفها وكل المجتمع المصري عارفها عن الشباب اللي تاخدوا تدربوا يعني على مدار الست سنوات الماضيه، الحقيقه شفنا ده قدامنا كتير. وقبل كده لا، المشكله كمان في اللي قبل الست سنوات، مش في الست سنوات، قبل الست سنوات ما حدش كان عارف حاجه، وفي بعض الجمعيات كانت بتاخد مبالغ يعني مثلا 2 مليون دولار معونه الجمعيه في احدى القرى اللي مش عارف ايه، وما فيش رقابه، احنا مش عارفين ال 2 مليون دول بيتصرفوا ازاي وبيتعمل بيهم ايه. هو ده كلام منطقي؟ لكن ليه احط نفسي في موقف ان انا ابدي تراجع عن قانون اقره مجلس النواب المصري وصدق عليه رئيس الجمهوريه؟ لم تصدر لائحته التنفيذيه بعد، ولكن انا كان عندي القانون اللي عملها وزاره التضامن، ليه ما جبتش الاثنين وعملت حاله توافق ما بينهم، مع التشديد على اهميه، انا مش ضد ان تكون هناك، انا مع ذلك ان تكون هناك رقابه مشدده على التمويل، على اوجه الصرف التي تتم، وعلى برامج التدريب. أكيد يعني بما يحافظ على الامن القومي المصري ويحافظ على صوره مصر. يعني ما اديش الفرصه نانسي بيلوسي قعدت تنتقد الحريات وتنتقد من خلال القانون ده، وكمان اتكلمت على حقوق المثليين، يعني ده كان عايز يترد عليه اكتر. يعني انت بدل ما تبدي حاله من ان انت ممكن تراجع في القانون ده، لا ترد بقى انه دي مش قيم المجتمع المصري، انه ده مرفوض من المسلمين
مسلمين ومسيحيين، هو ده المجتمع المصري. أكيد. بنروح إلى جريدة المصري اليوم، والحقيقة يعني شبه تقرير اقتصادي عام على التعويم، رابحون وخاسرون، مؤشرات اقتصاد تتحسن ومواطن يئن من الأسعار، الصناعة المحلية تنتصر في معركتها ضد المستورد، مستثمرون أصوات المكن تعود، وتفاؤل ب 2018، التضخم والفائدة يعرقلان الانطلاق، والاستثمار الصناعي تغير خلال عام لصالح المكون المحلي. يعني أستاذ صلاح، طبعا بعد عام على التعويم في نوفمبر الماضي بعد الإعلان عن تحرير سعر الصرف، بالفعل زي ما بيرصد هذا التقرير ما بين مؤشرات ربما إيجابية اقتصاديا، ولكن حالة المواطن بالفعل بيئن وبيعاني غلاء شديد في الأسعار، فما القادم في المستقبل القريب على هذين المستويات؟ هو أنا ابن مصر اليوم وابن الوطن، فامبارح كان في الوطن في تقرير كان مفصل، والنهارده في المصر اليوم الكل بيحاول يرصد. واحنا كنا قلنا، يعني انا اذكر انه عند قرار التعويم كنت برضه موجود، وكنا اول مره حد بيتكلم عن الموضوع، وتوقعنا ان يحدث بعض التغير فيما يخص التصدير على وجه التحديد. ولكن انا عايز الفت النظر الى انه لو كنا بنحسب انه الصادرات ارتفعت الى رقم بالجنيه المصري، معناها ان احنا بنخدع نفسينا بعض الشيء، لانه لو اتحسبت بفرق العمله، يعني لما الجنيه المصري كان ب 8 جنيه رقم سي كان 100 مليون دولار سي مثلا او مليار دولار، الان تحول الى 170 او 17 مليار جنيه مصري. لازم نبقى واقعيين في ده، انه القدر الذي تحقق خلال عام فيما يخص الصادرات مش كفايه، يعني لازم نبقى واقعيين في ده. لسه احنا محتاجين ان احنا طالما العمله نزلت ونقدر نصدر لانه سعر المنتج المصري قل، فالمساله محتاجه الى المزيد من الاهتمام. صحيح هناك بعض التغير في ده، لكن على المقابل زي كمان التقرير بتاع المصري اليوم ما هو قايل انه حياه المواطن المصري صارت اكثر صعوبه. صحيح. وبالتالي لازم نقول للحكومه المصريه، خدي بالك يا حكومه، كفايه ما تخليش الاجراءات الاقتصاديه اللي انت بتاخديها تاثر اكثر على المصريين. لكن بلفت النظر الى انه بعض اسعار السلع عادت للانخفاض، يعني هتلاقي تقرير النهارده في الوطن يمكن في بعض الصحف الثانيه انه اسعار اللحوم انخفضت مره اخرى. معرفش ايه العوامل الرئيسيه لده، يمكن عشان بعد العيد ولكن بعض السلع الاخرى انخفضت. احنا عايزين الحكومه يكون عندها استراتيجيه اما لتثبيت الاسعار او لتخفيضها، برضه يبقى عندها خطه لزياده التصدير، ايا كان الكم اللي زاد خلال عام لن يكون كافيا للمساهمه في استقرار الاقتصاد المصري. احنا عندنا مشاكل في الاقتصاد كتير. صحيح الاجراءات الاقتصاديه التي اتخذت كان من شانها انها توقف استنزاف الاحتياطي النقدي المصري، لكن كمان في اخبار كويسه، يعني احنا قدرنا نسدد القرض، جزء من القرض الليبي وجزء من القرض التركي، انهوا القرض التركي وسددوا 250 مليون من القرض الليبي. يعني من الواضح ان الاجراءات الاقتصاديه اللي اتخذت ليها مردود. صحيح ان المواطن المصري لم يلمسها بشكل مباشر، يعني يمكن فوق على المستويات الأعلى كده بالنسبة للاقتصاد المصري المسألة أفضل شوية، لكن بالنسبة للمواطن هناك المعاناة التي نطالب الحكومة أنه رغم هذه الإشادات اللي موجودة في التقارير الاقتصادية وفي التقارير الدولية بيشيد بالإجراءات الاقتصادية اللي اتخذت، لكن هناك من يدفع هذا الثمن ويحتاج إلى من يسانده، المواطن المصري. أكيد، يعني نتمنى أن تنتقل هذه المؤشرات الإيجابية مواطن المصري على الأرض. نروح إلى جريدة الأخبار وما زلنا نتحدث في الشأن الاقتصادي وصندوق النقد، إجراءات مصر الاقتصادية جاذبة للاستثمارات الصناعية، قابيل نمو معدلات الإنتاج وتراجع عجز الميزان التجاري. يعني في إطار كلام حضرتك أستاذ صلاح في الخبر السابق، أيضا صندوق النقد الدولي بالفعل ما زال بيشيد بإجراءات مصر الاقتصادية في الفترة الأخيرة، وبيتحدث أيضا عن مناخ الاستثمار. إلى أي مدى حضرتك بتتفق مع هذا الرأي؟ هو كلام فيه من الحقيقة الكثير، يعني وكان في وفد من صندوق النقد الدولي كان بيراجع الإجراءات اللي اتخذت وبيشوف تأثير ده، كان في زيارة لمصر والتقى بيه الوزير قابيل وقال الكلام ده في وجوده. لكن برضو عندنا جانب محتاج ان احنا نلتفت له، هل هناك مستثمرين اجانب دخلوا خلال هذا العام؟ لازم ناخد بالنا كويس من ده. هل احنا عرفنا نعمل ده؟ لو ما عرفناش نعمل ده بنعمل له هيئة، يعني نروح نخاطب المستثمرين، نروح نجيبهم. يعني هناك الكثير من المستثمرين في كثير من دول اوروبا في بعض الصناعات خلاص ما بقوش بيعملوها هناك. ليه؟ لانه ارتفاع الاجر بتاع العمال
ارتفاع اسعار الخامات، كل الحاجات دي عندنا هتبقى ارخص. يعني احنا عندنا حاجات رخيصه، الايدي العامله رخيصه جدا، الساعه في الولايات المتحده الامريكيه بتتجاوز ال 15 دولار في اقل المهن، لكن احنا هنا ال 15 دولار لو حسبتيها تقريبا 300 جنيه، مفيش عامل بيشتغل ب 300 جنيه، احنا عايزين نستفيد من ده بشكل اكبر. ومن هذه الشهادات اللي جايه يعني صندوق النقد لما يشهد لنا، واكثر من مؤسسه اقتصاديه ومجالس اقتصاديه عالميه وفي دول اخرى، يبقى نستفيد من ده ازاي؟ من خلال التواصل مع المستثمرين في دول العالم عشان نزود. احنا عندنا اجراءات، احنا بندي 5 سنين اعفاء ضريبي، والاعفاء الضريبي على فكره بعض رجال الاعمال بيستغلوا بشكل خاطئ، بيجي بعد ال5 سنين بيلغي النشاط ده وبيفتح باسم تاني، لكن المساله موجوده. طب هل هنستفيد من ده ولا هنقتصر على رجال الاعمال الموجودين داخل مصر؟ المزيد من الاجراءات في هذا الشان. سريعا استاذ صلاح، بنروح مع حضرتك لجريده الجمهوريه. والرقابه الاداريه تطارد الفاسدين، مسؤولان بالرحاب يتقاضيان رشوه للتغاضي عن مخالفات بناء، وثلاث شركات بترول بيستولوا على 9 ملايين جنيه بمستندات، ومستورد يتهرب من 40 مليون رسوم جمركية وغرامات. يعني ضربة جديدة للرقابة الإدارية للقضاء على الفساد. تعليق حضرتك سريعا. بص، هم 10 حاجات. يعني أنا اسمحوا لي أن أعطي تعظيم سلام للرقابة الإدارية، وأن أستخدمهم لتهديد كل الفاسدين أن يد الرقابة الإدارية سوف تطالكم بشكل أو بآخر. ال10 حاجات منهم حد كان بيحاول يرشي مدير التخطيط في التربية والتعليم في شبرا الخيمة، منهم ناس في شركة بترول، منهم مقاولين. يعني عايز اقول لك ان الرقابة الإدارية صارت ذراع الدولة المصرية الفاعلة في مواجهة الفساد. لم نكن نسمع عن هذا قبل ثورة يناير، صرنا نسمع عنه يوميا وفي ضربات كبيرة وفي ارقام كتير. فاحنا من شأن ده انه يزيد الشفافية ويقلل من الفساد ويحسن من ترتيب مصر بين دول العالم التي تقاوم الفساد. اكيد بنتمنى ذلك. في النهايه بنشكر حضرتك جدا استاذ صلاح البلوك، الكاتب الصحفي بجريده الوطن. شكرا جزيلا. شكرا، صباح الخير. مشاهدينا مستمرين معاكم في هذا الصباح، لكن بعد متابعه موجز الانباء بعد الفاصل.